بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل الحكيم عيناه في رأسه كتاجر لآلئ. احنا قلنا في كلمة جميلة قالها الجامعة هي الحكيم عيناه في رأسه. ببساطة معناها الإنسان الحكيم مفتح وعينيه في رأسه، فبياخد باله من كل حاجة وبيعرف يختار صح، ودريان مش جاهل باللي بيحصل حواليه. وقلنا احنا كخدام لازم نبقى حكماء، فكخادم لازم تبقى عينيك في رأسك. وخدنا مثل ان الصياد عينيه في رأسه. تعالوا ناخد مثل تاني من أمثلة الخدمة، هي تاجر لآلئ. تاجر لآلئ، نقرأ النص اللي قاله ربنا يسوع في متى 13. يقول أيضا يشبه ملكوت السماوات كنزا مخفى أو مخفي في حقل، وجداه إنسان فأخفاه، ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. أيضا يشبه ملكوت السماوات إنسانا تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشترى. المثالين دول قريبين لبعض أوي، مش كده؟ الأولاني لقى كنز مخفي في حقل. طول عمري كنت برضه أفكر طب ما كان حفر وطلع الكنز وما وخلاص، ايه اللي يخليه يشتري الحقل يعني؟ بس يبدو انه ايه، الكنز ده ما ينفعش تفصله عن الحقل، فمضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل. لانه بديه الواحد يطلع الكنز ويسيب الحقل، لكن واضح انه ما ينفعش، لازم يفضل الكنز جوه الحقل. والتاني يطلب لآلئ حسنة، وبرضه الكنز زي اللآلئ. لقى لؤلؤة غالية قوي، مضى باع كل ما كان له واشترى. كلمة مضى وباع موجودة في الاتنين، وكلمة وجد موجودة في الاتنين. تعالوا نفكر في الحاجات دي شوية. الأول كلمة وجده إنسان، يعني إيه وجده؟ عشان تبقى خادم حقيقي لازم تحس إنك لقيت لقية، إنك اكتشفت اكتشاف، وإن ربنا ده حاجة غالية جدا، وطلع انك تقدر تمسكه بايدك يعني. فساعتها مفيش حاجة تاني تيجي قدام عينك غير كده. فعشان تخدم صح لازم الاول تلاقي الكنز او تلاقي اللؤلؤة. مش ممكن هتبقى تاجر ناصح وتكسب اما كنتش لسه لقيته. التعبير ده موجود في النشيد، ان العروس تقول ايه، فضلت تدور عليه، انتوا عارفين في نشيد 3 ونشيد 5 تايهه بتدور. فما جاوزتهم الا قليلا، طلعت بعيد عن الناس شويه، بدات تدور لوحدها بقى، الناس مش راضيه تريحها يعني. حتى وجدت من تحب نفسي فامسكت، وجدت فامسكت ولم ارخيه، وادخلت بيت امي وحجره من حبلت بي. عارفين احنا ليه مش بنخدم كويس او مش بنكسب كفاية؟ ببساطة لان احنا ملاقيناش الكنز لسه، محسناش بجمال اللؤلؤة اللي في ايدينا لسه، مش عارفين نعمل الحتة دي. وجدته فامسكته ولم ارخيه. القديسين فرقوهم عننا ان هم عارفين يعني ايه ربنا ومسكين فيه ولاقيينه، فبالنسبة لهم بسهولة جدا يقول من فرحه مضى وباع، يعني مش بيبيع وهو بيتحسر، لا لا خالص، ده بيبيع الدنيا والناس وكل حاجة وهو فرحان قوي وهو بيعمل كده. فأول حاجة، يا ترى انت لقيت ولا ما لقيتش؟ لقيت ربنا وحسيت بجماله ولا لسه؟ برضو تبان في بداية إنجيل يوحنا لما قيل عن الرسل الأوائل، اندراوس قعد يوم طويل مع ربنا يسوع. في الاول كان ماشي مع يوحنا الحبيب،
وسمع يوحنا المعمدان بيقول هو ذا حمل الله الذي يحمل خطيئة العالم، فمش ورا المسيح. قال لهم عاوزين ايه؟ قالوا له يا سيد اين تمكث؟ بس كده. قال لهم طب تعالوا معايا اوريكم. فراحوا وراه، قعدوا اليوم كله عنده، قعدوا مع المسيح يوم كامل لوحدهم، يوحنا الحبيب واندراوس. فاندراوس جري على اخوه في اخر اليوم وقال له ايه؟ وجدته او وجدناه. قال له قد وجدنا مسيا، الذي تفسير المسيح. ومن فرحه جاب بطرس، مع ان بطرس ما كانش عاوز يجي، يعني مش من النوع اللي ينقض بالسهل، انما من نظرات اندراوس ومن حماسه بطرس ساب اللي في ايده وراح معاه. نفس الكلام حصل مع بقية الرسل. هذا وجد يسوع، حكاية انك تلاقي، وجد كنزا مخفيا في حقل. احنا لسه ما حسيناش بكده، بدليل بنفتح الانجيل مثلا ومش حاسين ان ده فيه كنوز فنقفله تاني وخلاص، مش حاسين بفرق. في واحد تاني يفتح الانجيل مش قادر يقفله، لقى كنز مش عارف يقفله، لانه حاجه كبيره قوي. بالمناسبه حكايه الحقل والكنز، ببساطه الحقل هو الانجيل والكنز هو المسيح. اغلب الاباء قالوا كده، الحقل الانجيل والكنز هو المسيح. فالتاجر الناصح ده لقى الحقل فراح اشترى الحقل مش اشترى الكنز. ليه؟ لانك مش هتعرف تفصل ده عن ده. واشترى الحقل يعني بقى مركز في الانجيل اكتر حاجه، وبقى فرحان جدا لانه الكنز جوه الحقل، فبقى اغنى واحد في الدنيا بالكنز اللي جوه الحقل بالانجيل اللي عنده. من فرحه مضى وباع كل ما كان واشترى. دي تنطبق على الشخصيتين اللي شفناهم، ان كان بتاع اللقالق ولا بتاع الكنز. احنا لغايه دلوقتي ساعات لما نقول لخادم تعال اخدم، كاننا بنعرض عليه خساره مش مكسب، ويبقى يعني عمال يقول اسيب الشغل يعني. بيبقى الواحد عاوز يقول له لا خليك في شغلك، انت اللي مغفل وخسران، خليك. يعني هو حاسس انه هيسيب، يبقى ما ينفعش. اللي حاسس انه هيسيب ده يبقى ما فيش فاهم حاجه لسه. لان شوفوا التعبير هنا، من فرحه، ده واحد بيسيب وهو فرحان جدا. مضى وباع مش بس الشغل، ده لو طال يبيع اهله يبيع اهله، يعني مش فارق معاه حاجه ابدا. هو ده الخادم الصح، هو ده التاجر الذكي، هو ده الحكيم اللي عينيه في راسه. احنا ما شفناش لسه النعمه المعروضه علينا في ان احنا نشتغل مع ربنا، مش شايفين لسه، ما لقيناش الكنز اللي مخفى في الحقل. وبالتالي الواحد بيخدم كده ايه؟ بتثقل، بيجر رجليه جر، ولو طال يزوغ مره من الخدمه يزوغ. بيبقى هو العيب انه مش شايف، لسه مش شايف حتى لو بيخدم. معلمنا يوحنا يقول نكتب إليكم هذا لكي يكون فرحكم كاملا. يوحنا حاسس بحاجة، لما تقرأ أول رسالة يوحنا الأولى لو فرحنا، ويقول الذي كان من البدء هو الذي رأيناه بعيوننا والذي سمعناه والذي شاهدناه لمست أيدينا، فإن الحياة أظهرت. لا كنز، الحياة أظهرت، ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الآن، ونكتب لكم هذا ليكون فرحكم كاملا. وإحنا نقرأ الكلام ونفضل مبلمين كده، العيب مش عند يوحنا، يوحنا فرحان قوي وفاهم بيقول إيه وحاسس باللي بيقوله. بيقول أما شركتنا مع الآب ومع ابنه، ونكتب لكم ليكون لكم شركة معنا. تعالوا شاركونا اللي إحنا فيه، تعالوا دوقوا، تعالوا خدوا نفس الكنز وخدوا نفس الحقل. احنا مش فاهمين حاجة، عينينا مقفولة، فمش طايلين بقى الفرح ده. تصور ان ربنا بيقول لك الانجيل ده فيه فرح كامل، يعني لو دخلت جوه تفرح فرح لا ينطق به. طب احنا عندنا اناجيل ما بنفرحش ليه؟ عشان مش حكمة، لأن الحكيم عينيه في راسه، إحنا ما عندناش عينين. عشان كده نقول طوبى لعيونكم لأنها تبصر. يا بخت عينيك لما تفنجل على الإنجيل كده وتقعد قدامه شويتين
تطلع بحاجة وتغتني وتبقى فعلا تاجر يطلب لآلئ حسنة مضى وباع كل شيء واشترى هذا الكنز. تجارة اللآلئ، المثلين بيقولوا لنا ان الملكوت يشبه راجل عادي، وبعدين فجأة كده في حياته حصلت نقلة كبيرة قوي، لانه لقى حاجة كبيرة جدا خليته يفصل بين اللي فات وبين اللي جاي. قليل فينا اللي بيتنقل النقلة دي يا جماعة، بس نقلة مهمة قوي محتاجينها، محتاجين في وقت كده نقف ونقوله بعدين هفضل عايش زي اللي قبلي واللي بعدي والناس، هفضل فقير كده لسه بفكر زي الناس، عاوزين يعملوا فلوس، عاوزين يعملوا أسماء، عاوزين يلبسوا حلو، مستنيين حد يقول لهم كلمة حلوة، نفضل شحاتين كده زي كل الناس، وفي الآخر كلنا نحط رأسنا ويجي اللي بعدنا الدنيا تضحك عليه برضو. الشغلانة دي فما عاوزين نتنقل بقى نقلة ونلاقي اللي هي دي اللي تخلي الواحد تتغير حياته. دي حصلت في حياة كل الآباء الرسل. يعني متى كان مركزه كبير، متى كان لاوي عشار، العشار كان مركزه مهم بالرغم انه مكروه، لكن ده غني بالنسبة لعامة اليهود، ده يعتبر غني، وقاعد في مكان الجباية، يعني ده بقى ايه شغله، محدش يقدر يكلمه فيه. والزار سمع عن المسيح ان ربنا يسوع ده حلو قوي، وغالبا افترض، انا هتخيل برضو معلش، انه اكيد المسيح ده بيختار ناس حلوة عدلة، يعني ياخد واحد حرامي مش ممكن، واتمنى يشوفه واتمنى بس يعرف اسمه، انما استبعد، غالبا استبعد خالص انه واحد زي ينفع يبقى تبعه. وفجأة المسيح معدي وبص له بصة واحدة كده قال تعالى معايا، مجرد قال له اتبعني بس تعالى، يعني ساب كل حاجة فجأة بدون مقدمات. يا عم مركزك ده، الناس بتدفع فلوس عشان توصل تبقى عشرين، ده انت بتذل الناس كلها، ده الناس كلها تخاف منك وتعمل لك مليون حساب، كل الكلام فاضي بالنسبة له. ده هو قابلني، ده المسيح قابل ان انا امشي وراه، فجري وراه قال له طب تكملها، تيجي بيتي النهاردة، قال له اجي بيتك. فدعا كل العشارين، شوفوا من فرحه، فاهمين الفكرة، من فرحه مضى وباع كل شيء. انت بتبيع شغلك، دي خسارة على طول، انت في نظر الناس مجنون، حد يكسب مكان عشار؟ من فرح مضى وباع كل شيء، عمل عزومة، حفل استقالة، حفل رفض، سعيد جدا انه بيرفض نفسه من الشغلانة دي، وجاب كل العشرين عشان يقول لهم انا خلاص يا جماعة مش هشتغل مع دولة الرومانية دي، حاجة كبيرة اوي، انا هشتغل مع الراجل ده. من فرح ومضى وباع كل شيء، بمعنى اخر يا جماعة، اي خادم عشان يخدم صح لازم يوصل لدرجة تكريس. تكريس يعني ايه؟ يعني يبيع، يبيع ويشتري. لو ما وصلش لدي هتفضل خدمته سطحية جدا وغير مؤثر، الى ان يصل لدرجة دي حاجة داخلية، ممكن ما يكونش بيشتغل فيبيع ايه، لكن هو بيبيع طموحاته، بيبيع رغباته، بيبيع علاقاته، بيبيع حاجات كتير قوي مش مهم، لان في حاجة بتلمع بتبرق قصاد عينه، في كنز، لا كنز، في لؤلؤة غالية كبيرة، ساعتها ده يشبه ملكوت السماء، ده اللي دخل في الملكوت والملكوت دخل فيه، ده اللي ابتدى السكة الصح، ده اللي حط رجله في الطريق مظبوط، ده اللي هيلمع في السماء في الآخر لأنه طلع ناصح. اللي قال أكلمكم في معنيين فيها. المعنى الأولاني كلام الإنجيل عبارة عن لقالق، والمعنى الثاني إن الناس اللي بنخدمهم لقالق، لأن احنا بنقول الحكيم عينيه في راسه. لو انت خادم حكيم، حاجتين يفرقوا معاك جدا في خدمتك، كلمة ربنا كل آية تاخدها زي اللي قال لؤلؤة، وكل شخص تقابله
زي اللي مسك لؤلؤة. فتبقى شغلك الشاغل تحفظ آيات، تفكر في كلام ربنا، تبقى غني ومبسوط جدا، تتعامل مع الناس تهديهم باللآلئ دي، تكسبهم تبقى أغنى وأغنى. يبقى عندك نوعين من اللآلئ، كلام ربنا وناس ربنا وولاد ربنا، تبقى أغنى واحد في الدنيا. دول اللآلئ الحقيقية اللي في الدنيا دي. سيبكوا بقى من الألمازات ومن الكلام الفاضي ده، يعني شوية الآيات اللي حفظتهم في سفر الجامعة خلاكوا أغنياء، ولا تروحوا تجيبوا بألفات ولا بتاع، هي رحلة أبو تلات كلام فاضي كده خلتكوا أغنياء. صدقوني بكرة تعرف الآيات اللي بتحفظوها دي، ده غنى بجد، ده كنز. لكن الواحد مش للأسف بيفكر زي ما الناس بتفكر، والناس اللي بتكسبها ده الكنز التاني. انت ممكن تبقى غني بده وغني بده، لأن يقول لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. فتجارة اللآلئ، الأخبار السارة اللي في الإنجيل هي دي اللؤلؤة. يعني إيه؟ يعني لما تكتشف مركزك عند ربنا هي دي وجد الكنز. تكتشف أن ربنا له المجد أب. تعجبني قوي الترتيلة بتاعت يا أبانا لست أدري كيف كان عمري يمضي دون أن أدرك أنك أنت أبي. تصور أنت مثلا بتكلم واحد صيني ولا واحد هندي ولا واحد زنجي، هو عايش في الدنيا، وعايز تقول له عندي خبر حلو، مش طلع لك أب، لقينا لك أب. يقول لك ما أنا عندي أب تعبان دفنته قبل كده، ولا عجوز ولا عيان. قال له لا لا، أنا عاوز أقول لك خبر حلو قوي، طلع لك أب، لقينا لك أب بجد حقيقي وما بيموتش وغني جدا وبحبك قوي. ما هو ده الخبر السار. قولوا لي دي تسوى كام؟ لو 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 فيلم هندي يعني وطلع له أب غني جدا هيورثوا الدنيا كلها، دنيا مش سام، يبقى الراجل ده حاله ايه؟ كنز ولا مش كنز؟ كنز جدا. طب اذا كان ما بيتكلمش في الارض بيتكلم في السماء، ده يبقى احسن واحسن. ده الخبر السار، هي دي الجود نيوز اللي بنقدمها. يعني ايه انجيل؟ ايفانجيليون اليوناني دي يعني كلام حلو، كلام يفرح، يعني مفاجأة سارة، مفاجأة مش متوقعة ومش محسوبة. إذا كنت أنت دقت بقى يعني إيه بقى لك أب، ليك أب مسؤول عنك بيحبك جدا وفي إيده كل حاجة، فمسكت الكنز بإيدك، تبقى نفسك تقول له أنت كمان ليك أب، وأب كبير قوي بيحبك قوي ويقدر على كل حاجة. مشكلة بقى يصدق ولا ما يصدقش، هي دي وجدها. أنت صدقت، لو صدقت يبقى وجدت، هو لو ما صدقش يبقى لسه شوية. لما تقول له مثلا عندي خبر حلو مش هتموت، يقول لك ايوه انا مش هموت النهارده، لا مش هتموت خالص، هيقول عليك مجنون. انما لو صدقك في احلى من الخبر ده؟ مفيش احلى من الخبر ده، لانه الناس بتدفع كل اللي عندها عشان ما تموتش وبتموت برضه. انما احنا عندنا وعد من ربنا، اللي يمشي مع ربنا ما بيموتش. خبر جميل جدا، خبر صار مفرح، دي لؤلؤة غالية. عشان كده يقولوا مضى وباع كل اللآلئ واشترى اللؤلؤة دي. أنا عاوز من ده يا عم، في مراكز وفي فلوس وفي غنى وفي ملك وفي، لا 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 لا، ده كلام فاضي. أنا عاوز من ده، أنا عاوز من السلعة دي، يسموه دواء عدم الموت، الدنيا من ده. عاوز أتناول زي ما المسيحيين بيتناول، لأنه ده كنز مخفى. عشان كده الخدمة هي البزنس الجديد اللي المفروض الواحد يدخله، النقلة دي اللي نفسي كلنا نتنقلها، أيا كان تخصصك ولا دراستك ولا خلفياتك. في بزنس معروض عليك، تجارة اللآلئ، تجارة لآلة. تصور بقى لما يجي الواحد صياد تعبان زي بطرس يقول له تشتغل في الجواهر، جواهر انا ما اعرفش اساسا الفلسو من مش عارف ايه، يقول له لا لا هتعرف، هعرفك الفرق، اشتغل في اللآلة،
واللؤلؤك بكذا. احنا مدعوين ان احنا نشتغل تجار لقالق في الملكوت، هي دي الخدمة بجد. الحكيم عيناه في رأسه، فلما تعرض عليك بيزنس زي كده، تصور شاب لسه متخرج هياخد مرتب 1000 جنيه، بس 2000 جنيه فرحان بيها بقى، وبعدين يجي له واحد يقول له ايه عندي بيزنس تاني بس مش تقليدي، مشروع جديد تجارة، ونلف شوية وتسافر شوية ومجهودها ما يزيدش عن المجهود اللي بتعمله، يمكن أقل. طب المرتب كام؟ يقول له 2 مليون، مش 2000. يقول لما أفكر. تعملوا إيه في الشاب ده؟ لما الشاب يقول لك طب أفكر، طب أروح أسأل. تسأل من فرحه مضى وباع كل شيء. لو أنت أدركت هتبقى فرحان جدا وانت بتسيب شغلك وانت بتسيب كل حاجة في ايدك وتركز في ربنا. والترك مش بالضرورة حرفي، على الاقل من جواك ما بقاش طموحك تبقى احسن واحد في شغلك، مش مهم. برضو فكرت في مرة كده، طب ليه التاجر ده اسمه تاجر بعد ما خد اللؤلؤة الغالية الثمن؟ المفروض يعمل ايه؟ هو اسمه تاجر، يقوم يبيعها تاني، مش كده؟ يعني هو باع اللقالق الفرط اللي كان عنده ده ودفع كل اللي عنده في لؤلؤة واحدة، يبقى واضح ان ده تاجر واعي جدا، اذا لو باعها هيكسب اضعاف، مش كده؟ ما جاتش السيرة انه هيبيعها. امال ايه، تاجر قاعد يعني خلاص كده اشترى لؤلؤة وقعد على كده؟ عارفين ليه؟ لانه هتفضل عنده حتى لو باعها. فاهمين؟ هي دي الخدمة. يعني لما تدي المسيح لحد، اللؤلؤة ما بتطلعش من عندك، فدي تجارة غريبة جدا وجميلة أوي. ما هو أي واحد هيبيع خلاص خلص راحت من عنده، لكن احنا ما بتروحش من عندنا، كل لما تدي تفضل غني أكتر. فعشان كده نوع غريب وعجيب. زمان سألت أمنا كده في الدير، راحت السما يعني، أحد من الأمهات، لو الواحد وزع حبه على الناس كلها مش هيلاقي بقى حب ربنا. فقالت تعبير جميل قوي، قالت الحب الحاجة الوحيدة في الدنيا اللي لما توزعها تكتر أو تزيد ما تقلش. حاجة غريبة هي كده الشغلانة بتاعتنا كده، لما تدي المسيح للناس يكبر جواك أكتر مش يخلص منك، ولما تحب الناس قوي الحب اللي جواك يزيد مش يقل، ولما تفرح الناس فرحك يزيد. إذا ده نوع من البيزنس الغريب اللي ما بيخلصش أبدا، يفضل يزيد على طول. يقول عنه معلمنا بولس: أما التقوى مع القناعة فهي إيه؟ تجارة عظيمة. يبقى احنا داخلين على تجار. التاجر عينيه في رأسه، اللي منكم في البزنس أو في التجارة عارف تاجر حويط، ويعرف سعر السوق ويعرف البضاعة بتاعته ويتابع ويبيع يشتري، وفي منافسة وشغلانة، عينيه في رأسه. احنا عندنا تجار، التجارة بتاعتنا في ربح النفوس، في لقالق غالية جدا. وعلى فكرة المنتج دايما هو وحدة التجارة. بمعنى ايه؟ في واحد مثلا بيتاجر، ما هو لما مؤاخذة الفكهاني ده تاجر، بس الوحدة بتاعته مثلا برتقال، واللي عنده عربيات تاجر والوحدة بتاعته عربية، وفي تجار عقارات الوحدة عنده فيلا، وفي تجار مثلا في مش عارف المحمول الوحدة بتاعته شركات. ماشي؟ انت الوحدة بتاعتك هي اللي بتوزن بضاعتك، المنتج بتاعك هو اللي بيقيم تجارتك، هو اللي بيقولك انت تكسب قد ايه. فاحنا بنبيع المسيح له المجد، او بنقدم المسيح يعني. فطبعا انت اغلى واغنى تجارة في الدنيا. اما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. ليه القناعة هنا مهمة؟ لانك ما تقدرش تتاجر وتقدم المسيح وعينك لسه في الدنيا،
فاهمين؟ ما ينفعش تاخد المسيح في ايد وتفضل ماسك الدنيا في الايد التاني. المسيح لما يتمسك بالايدتين الاتنين يا ما تلاقيهوش. يعني ما تمسكه تمسكه كده، لكن تمسكه بايد واحدة ما تلاقيهوش، لانه ما ينفعش يتمسك معاه حاجة تانية، ما ينفعش، ما بيقبلش. لا تكن لك آلهة أخرى أمامي، يعني ما تحطش حاجة قصادي. في واحد يبقى نفسه يمسك الدنيا ويمسك ربنا، مش هتعرف. القناعة معناها سيب الدنيا خالص وامسك في ربنا وكن قانعا انك انت كده احسن واحد. وفعلا هي كده، انت اسعد واحد واغنى واحد لما يبقى شغلك الشاغل ربنا وتجارة اللي قاله. الربح هنا ربح النفوس. يقول الذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور. فكرنا بمثل الوزنات. لما الملك ده جاب ثلاث عبيد ووزع عليهم وزنات، الوزنات يسموها المنى، دي زي ما تقول وحدة كده معينة، زي مثلا 10,000 جنيه. ف دي كانت زي وديعة كده يعني. فجاء الأول قائلا يا سيد مناك ربح 10 مناء. يعني ايه؟ وانت تاجر، انت بتتعامل مع ربنا، عارف كويس ان مهما كسبت مش بتقول انا كسبت 10,000 او انا كسبت 10 امناء. انت بتقول له المن بتاعك هو اللي كسب كذا. فاهمين المعنى؟ يعني الروح القدس اللي فيك هو اللي بيخليك تكسب ناس. النعمة اللي انت واخدها هي اللي بتصطاد الناس، انما انت كانسان ما تعرفش تكسب حاجه. هل الشخص ده من غير العطيه اللي من سيده يقدر يكسب حاجه؟ لا لا خالص. هنا في حاجه بنقلها عن سيدنا انبا موسى، يقولها، يقول احنا في الخدمه بناخد واحد، بنبتدي بواحد خاطي، شغلتنا ان احنا نخليه تائب، والتائب نخليه خادم، والخادم نخليه قديس. فاهمين المعنى؟ مناك ربح 10 أمناء. اتنقلنا من حالة واحد خاطئ لواحد مش مجرد خادم كمان، ده احنا خادم وقديس كمان. دي البضاعة بتاعتنا، دي الشغلة بتاعتنا. المصنع بتاعنا بياخد مادة خام اسمها واحد خاطئ، وبعدين يطلعه بعد كام عملية كده إلى قديس في الآخر، وانت شغال في المصنع ده. فالبضاعة بتاعتك شوية خطاه، عشان كده انت لما تلاقي خاطي لقطه بالنسبه لك، يعني ده اغنى حاجه. تعرفين في ناس بزنس كبار الماده الخام بتاعتهم، انا اعرف ناس اشتروها من الهند ومن الصين، هم الماده الخام، ويدفع فيها ملايين. وهي اساسا لما تسمع عن الماده الخام تحس انها ملهاش قيمه، هي ملهاش قيمه طول ما هي خام، بس هو عشان عنده المصنع وعارف التسلسل هيمشي ازاي، عارف كويس قوي انه هيكسب منها 10 أضعاف اللي دفعه. هو ده اللي احنا بنشتغله. انت راجل بتشتغل في لقالق، اللقالق بالنسبة لك هم شوية البشر اللي بتتعامل معاهم. فبتلاقي واحد مهلهل خطيا بهدلاه، ده عز الطلب، ده النوع اللي ده المادة الخام اللي هي أصلية، هو ده النوع اللي ربنا يحبه قوي. فلما تستلقط واحدة سامرية ولا واحد زكا ولا حاجات زي كده تبقى فرحان قوي، لأن ده بقى اللي هيطلع منه أحلى شغل، شغل ربنا كده. مناك ربح 10 أبناء. أدي تجارة اللي قال، أدي الحكيم عيناه في راسه. فأنت لو عينيك في راسك بتلقط كده الشخص الوحش قوي ده، غالبا هو اللي ربنا هيختاره يبقى حلو قوي بعد كده. شغل ربنا كده. اختار الله الجهال ليغزي الحكماء، اختار الله المصدرة ليبطل بهم الموجود، كي لا يفتخر كل ذي جسد امامه. وعشان كده واحنا بنخدم مفيش حاجة اسمها تقف عند مستوى. يعني اللي اعترف وتناول كويس دخل في سكة التوبة، لا، لازم يبقى خادم، تفضل فوق راسه عشان يستوي، عشان يخدم،
والخادم اوعى يقف عند كده. انت بقى في المرحلة دي، التائب الخادم عينك على ايه؟ على القداسة. وممكن ابنك يسبقك وماله، تغير منه، لكن ما انت زعلان. هو المصنع كده، الشغل كده، الخطة كده، تاجر لقالق. لما الجدع التالت، العبد التالت اللي خبى المن في المنديل او حفر في الارض وخباه، وراحوا استدعوه، فقال له اصل انا عرفت انك انت قاسي وانا خفت وقلت احافظ لك عليها زي ما هي. قال له من فمك ادينك، اذا كنت عرفت ان انا احصد ما لم ازرع، لماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارف؟ فكنت متى جئت استوفيها معاربة. احنا الواحد خايف ليكون في امكانيات عندنا ربنا كان قاصد يستخدمها، واحنا حاطينها في مناديل لغاية دلوقتي، او دفننها في الارض. غالبا صدقوني في حاجات زي كده كتير، يعني في مهارات وامكانيات في شخصيتك او شخصيتك مركونة لغاية دلوقتي. مين كان يقول ان متى العشار بيعرف يكتب؟ ده كتب انجيل. متى العشار ايش جابه في الكتابة خالص؟ ده بتاع فلوس. كيف كتب انجيل متى؟ دي موهبة او امكانية او وزنة جواه كانت معطلة، لغاية ما عرف مضى وباع كل شيء واشترى المسيح له المجد. طلعت في حاجات كتيرة قوي كانت مستخبية جواه محدش عارف، ومحدش عارف قيمتها. مرقص هذا الشاب الخجول اللي بيجري وبيخافه، واللي بولس نفسه قال ده مش هينفع في وقت، يطلع منه انجيل مرقص ويطلع منه افريقيا كلها تبع ماري مرقص. ايه ده؟ ده الشغل مش عادي. لماذا لم تضع فضتي على مائدة الصيارفة؟ لو انت حاسس بقيمة النعمة اللي جواك، على الأقل بتروح لحد يصرفها، يستغلها، يستثمر. فإذا ما كنتش عارف ممكن تستثمر ازاي، بتيجي لأبونا وتقول له شغلني، دورني في السوق بتاعكم، شوف تطلعوا مني ايه. هيعرف يطلع منك كتير. كان ربنا يسوع يقول لهم ايه؟ تاجروا حتى اتي. يعني تخيلوا ان احنا كلنا تجار يا جماعة، ربنا وزع علينا راس مال صغير وقال لك ايه البضاعة وتعمل فيها ايه، وقال لك يلا اتفضلوا كلكم موظفين عند ربنا، تجار وهو صاحب البزنس، وهنشتغل في اللقالق في النفوس، بس بنجيب مادة خام لقالق تعبانة ونصنفرها كده ونطلع منها ماس، نطلع منها أغلى حاجة. في ناس هتقعد وفي ناس مش هيعجبها البزنس، أوكي. لكن ربنا يسوع بينادي علينا كلنا يقول تاجروا حتى آتي. يا بختك بقى لما تيجي ربنا في الآخر تقول له بص يا رب كسبت لك إيه؟ بص جبت لك كم واحد؟ جبت لك 100 واحد. نعم أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. تاجر، وإحنا عايشين تجار، والتاجر عينه في الربح كويس، بس إحنا عندنا ربح النفوس. إني كنت أعمى والآن أبصر. يعني إيه؟ الواحد فينا عاوز يفتح عينه ويدرك إن الإنسان ده أغلى حاجة على الأرض، وإن الشغل مع البشر أغلى شغلة في الدنيا، أغلى من أي شغلة في الدنيا في حاجة تانية. لا تقولوا هندسة ولا طب ولا قضاء ولا تدريس ولا، أنت بتشتغل في أرواح ناس، في مصائر البشر. أسمى شغلة في الدنيا هي الخدمة، أسمى رسالة ووظيفة في الدنيا هي الخدمة. تستاهل العمر كله، تستاهل ونص أنك تعيش لها، حاجة كبيرة أوي. أذكر قبل الكهنوت قعدت مع أحد الآباء اللي راح السماء قديس، فعشان يشجعني، كانش لسه الموضوع يعني سخن، بس عارف يعني انه كان في دعوة، فقال لي يا فلان
ادخل الكهنوت، الكهنوت الشغلة الوحيدة اللي تكمل معاك في السماء، أي شغلة تاني آخرها الأرض. لغاية دلوقتي بفتكر المعنى ده صحيح. لما تدخل السماء تقول دكتور، يقول لك ما عندناش مرضى. تقول مهندس، يقول لك كل خلصنا الشغل ما عندناش. محامي، يقول لك يفتح الله ما عندناش مشاكل خالص قانونية. بزنس مان، ما عندناش ماتيريالز أساسا في السماء. إنما تقول كاهن، يقول لك اتفضل كمل شغلك، كمل شغلك للأبد. كهنوت ما بيوقفش 24 قسيس. فعشان يغريني كان يقول لي كده، دي شغلانة مش هتعطل في السماء، فخليك ناصح. مش بقول لكم كلكم تبقوا كهنة، بس يعني بقول لكم فتحوا بس وخلاص. أني كنت أعمى والآن أبصر، دي مش بس نقلة، خلي بالكم المعنى اللي عاوز أوصله، مش نقلة واحد خاطي يبقى تائب بس، لا، نقلة تائب إلى مكرس. يعني إيه؟ ما كل مرة نقلة من دول عاوزة العين تفتح. فأنت بتخدم بس أنت سوري يعني لسه أعمى، لسه مش عارف قيمة اللي بتعمله. لو رحت السما وبصيت بعينين اللي سبقوك هتعرف كويس قوي يعني ايه ساعة خدمة اغلى من كل حاجة بتحصل في الاسبوع كله. يعني ايه تخطف واحد من جهنم وتطلعه من بق ابليس كده عشان تنقذه. هتعرف اللؤلؤة دي قد ايه غالية. فساعتها عمرك ما هتستخسر اي حاجة في الخدمة. اذكر ابونا انطونيوس امين الله ينيح نفسه، حكى لنا مرة حلم شافه قبل ما يبقى كاهن. طبعا هو اترسم كاهن سنة 50، وطبعا ساعتها ما كانش في مؤهلات يدخلوا الكهنوت، يعني كانت حاجة سنة 50 دي. يعني هو كان مهندس، ففي جيله المهندسين معدودين. شاف حلم انه في حريقة والناس بتصوت، وهو دخل يخطف الناس ويطلعهم من النار. في نفس الأسبوع جات له الدعوة تبقى قسيس. فحس طول عمره بقى بالمعنى ده، إنه بينقذ ناس من النار زي بتوع المطافي. هو ده الشغل بتاعنا. يعني الشخص البعيد عن ربنا هيتحرق، ما كانش النهاردة بكرة. النهاردة تقدر تطلعه من النار تنقذه. فدي حاجة خطيرة جدا. ده مش عمر على الأرض، ده عمر أبدي. فأعمال 20 معلمنا بولس، طبعا بولس ده ساب كتير، احنا ما بسبناش زي معلمنا بولس. بولس كان إقطاعي أو كان رجل أعمال زي أبوه، كان فيلسوف حسب دراسته، كان فريسي زي غمالائيل نمر عالي. وبعدين يقول لكني لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. ما تسأل واحد زي بولس مثلا، عمرك يا بولس ما ندمت انك سبت البزنس بتاع ابوك؟ انتوا ناس اغنياء ومحترمين وكويسين، اسمكم حلو في السوق. يقول لك لا طبعا. عمرك ما ندمت انك سبت كرسي غمالائيل اللي كان ممكن تقعد مطرحه؟ لا. عمرك ما ندمت انك ما طلعتش الرابع بعد سقراط وافلاطون وارسطو؟ كان ممكن بولس يبقى رابعهم مثلا. لا لا لا. أمال إيه؟ أنا مبسوط جدا. مفيش أي حاجة تاني ليها حسبة عندي. لا أحتسب لشيء. مفيش حاجة تقارن باللي إحنا بنعمله. تاجر يطلب لآلئ حسنة. إحنا بنشتغل في الألماس. ربنا يسوع يقول اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. هي دي التجارة بتاعتنا. إنك أنت بتبيع كلمة ربنا. بتبيعها ببلاش طبعًا. لكن كلمة ربنا بتغير النفوس وبتنقذه. أرجعكم تاني برضو للبداية، لما قلنا وجد فمضى وباع كل شيء. وجد ومن فرحه مضى وباع. الحتة دي هي اللي أنا عاوز أركز فيها، معلش احتملوا التكرار. عشان تحس بوجد لازم تعرف يعني إيه قد اشتريته بثمن، فتبقى انت كمان عاوز تشتري الناس بنفس الثمن. قد اشتريتم بثمن. انت ربنا يسوع دفع فيك ملايين
ومليارات. لا كلام فاضي، ملايين ومليارات دي كلام فاضي. تمن اللي اشترينا بيه دمه، دم ابن الله، حاجة غالية جدا. مش عشان في الآخر تشتغل شغلانة عادية وتجيب فلوس، فمين ده؟ تبقى بزنس خسران قوي. تصور واحد حط 1,000,000 جنيه وطلع كسبان 10 جنيه في الآخر، تقول عليه ايه؟ لا، ما انت الثمن اللي اتحط فيك لازم يطلع مكسب بعد كده. طيب الثمن اللي اتحط من الاول دم المسيح، ما فيش اغلى من كده. ايه المقابل؟ ايه الربح؟ يبقى ايه؟ يبقى بدل نفس واحده نفوس كثيره ملهاش اي قيمه اخرى. ربنا اشتراك انت عشان من خلالك يشتري ناس تانية. لو ما جبتش ناس تانية يبقى يا ريته ما اشتراك، يبقى انت مخسر عليه. وهي دي اللي قاله المسيح لما قال انتم ملح الارض، اذا فسد الملح بماذا يملح؟ لا يصلح بعد لشيء الا لان يطرح خارجا ويداس من الناس. قيمتك الحقيقيه كمسيحي انك تجيب ناس. انت موجود في الدنيا عشان كده، اي حاجه تانية ثانويه. وهيفضل المسيحي فينا تايه طول ما هو عايش لأي هدف آخر غير ربح النفوس. أقولها تاني، هيفضل أي واحد فينا تايه في الدنيا دي ولا قيمة لحياته طول ما لسه مركزش في ربح الناس. هتقول أنا مشغول في مشاكل الشغل، تقول بربي عيالي، تقول قول زي ما تقول، هتفضل تايه ومش لاقي أي قيمة للحياة دي لغاية ما يبقى شغلك الشاغل تكسب ناس. كده انت اتحطيت في السكة صح، كده تبقى انت دخلت المرحلة الصح. فأنا بتكلم في الهدف مش في الطريقة، في اللي شغلك الهدف. إنما طول ما انت بتفكر في اللي وراك واللي وراك على الأرض يبقى انت لسه ما وصلتش. يقول يا إخوتي الأحباء والمشتاق إليهم يا سروري وإكليلي. فاكرين إكليلي بتاعت المحاضرة اللي فاتت؟ بولس كان فاهم سرورهم أولاده، إكليلهم النفوس اللي كسبها، إثبتوا هكذا في الرب أيها الأحباء. أو يوحنا الحبيب يقول ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم يسلكون بالحق. مفيش حاجة تفرحني غير كده. البزنس مان بيفرح بالبضاعة بتاعته لما تتباع، بالمكاسب الكبيرة اللي جاية. أنت راجل بتكسب نفوس، مفيش حاجة تفرحك قد ما تسمع أخبار الناس اللي بترجع لربنا. نسمع في الرؤية بقى عن آخر حاجة، أنا عارف تعبتكم. أساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. احنا ابتدينا بقصة التاجر الذي يطلب لآلئ حسنة، أو الذي وجد كنزا مخفيا في حقل. وقلنا البداية الإنجيل، طلعنا منه الكنز، بقينا بنقدم الكنز للناس، بنتاجر بيه، فبنكسب بيه ناس وما بنخسرش حاجة. رأس المال عمره ما بيروح منك، انت بتكسب بس، انما البداية ما بتروحش منك، بتزيد كمان. لما يوحنا الرأي وصف السماء، مع ان الراجل ده صياد في الاصل، انما ظهر من امثال الملكوت والكلام عن اللآلئ، شبه لنا الملكوت باللآلئ. فقال ايه؟ اساسات سور المدينة مزينة بكل حجر كريم. الأساس الأول يشب، الثاني ياقوت أزرق، الثالث عقيق أبيض، الرابع زمرد ذبابي. عمري ما قريت الإصحاح ده وفهمته، لأن إحنا لسه حوالي 12، مش كده؟ 12 أساس. لغاية مرة ما قعدت مع واحدة ست جوهرجية ومتدينة، قالت لي الإصحاح ده رائع. قلت لها ده بالذات أنا مش فاهم في حاجة. قالت لي انا اصلي عارفه اللي هو بيقول عليه ده، عارفه الفرق بين الياقوت الازرق والعقيق الابيض والزمرد مش عارف الايه. قلت لها انا بالنسبه لي ده كلام على ورق. قالت لي لا انا اقدر اتخيل. قالت لي كل واحده من دول البتاع اللي قد كده غاليه قوي، فلما يقول انها باب هي بقى ايه، مزاج يعني، جوهرجيه مزاج، فتتخيل الفص باب. دي الأساسات، يا إما أساسات مرة وصف إنها أساسات ومرة وصف إنها أبواب، 12 لؤلؤة كل واحدة من الأبواب. معناته إيه الكلام يا جماعة؟
يعني انت تاجر تطلب لآلئ، تصور ان كل شخصية من اللي بتتعامل معهم نوع من الاحجار الكريمة. اولا مش كلها زي بعض، على بقى قولة المواهب دي، مش كل الناس زي بعض، ما اختلفناش. في شخصية هادية خالص زي يوحنا الحبيب، كنا نتخيل ان الراجل ده لا بيعرف يوعظ ولا له في الاجتماعات ولا يقنع حد على فكرة، ولغاية اخر حياته لما كانوا يجيبوه وهو عجوز كان يقول ايه؟ حبوا بعض، كان سلوه في الكلام. يوحنا الحبيب اقرب التلاميذ لقلب المسيح، ما كانش بتاع وعظ، عشان محدش يقول مواهب، ما كانش له في الوعظ. انما بقى ربنا اختصه على اخر حياته خالص، كتب انجيل ورؤيا وثلاث رسائل. طب والسبعين سنه اللي خدمهم كان بيعمل ايه؟ بيحب، هو يحب ويكسب، يحب ويكسب. فاكرين الحكايه بتاعت يوحنا الحبيب لما راح لواحد من الاساقفه تلاميذه ساله عن شاب كان جابه له من فتره، فالاسقف قال له معلش يا ابونا يا سيدنا، ما الولد رجع تاني للخطيه بعد. فطلع يوحنا العجوز يدور عليه في الجبل، فالشاب ده كان رجع رئيس عصابه، طلع قال ايه؟ عاوز يسرق الراجل العجوز ده، لقى يوحنا اللي كان من كام سنه عرفه سكه ربنا. اترعب الشاب مع انه يعني مجرم، خاف من وشه اللي كله حب ده، فجري منه. فبقى يوحنا العجوز يجري وراه، يا ابني طول بالك عليا، اسمعني بس عاوز اقول لك حاجه، وهو عجوز. ووقع بقى ظهر يوحنا، فرجع الشاب بقى وبكى بحرقه. ليه؟ هو يوحنا هيعمل له ايه؟ لا بلو في الوعظ ولا له في حاجه، انما بيحبه. متعرفوش تحبه؟ احنا الشغله بتاعتنا عاوزه حب مش عاوزه وعظ. يوحنا ما كانش له في الوعظ. حتى ما نسمعش عن بقية التلاميذ ان هم كانوا وعاظ يعني، لا، بطرس وعظ، وفضل يوحنا ملازمه. اللي ياخد باله من سفر الاعمال تلاقي يوحنا ماشي مع بطرس ما بيقولش ولا حاجه، ما بيقولش حاجه خالص. طب بيكسب؟ بيكسب طبعا، بيكسب كتير. برنابا ما بيسمعوش بيوعظ، بولس يوعظ وبرنابا الاكبر منه في السن ما بيتكلمش، بس برنابا هو اللي جاب بولس. مرقس قالوا عليه ما ينفعش خالص، جه مصر فتح وافريقيا كلها وما كانش له في الوعظ برضه. الموضوع مش وعظ، انما دي حجاره كريمه اشكال والوان. انت عند ربنا ياقوت ازرق، عقيق ابيض، زمرد ذبابي، تطلع لك حاجه من دول. دلوقتي طبعا هي حجاره غير كريمه، بس يعني انما مع شغل ربنا تبقى حجر كريم، في ايد ربنا تبقى حجر كريم. أساسات سور المدينة، تعبير جميل أوي، عارفين معناها إيه؟ يعني أورشليم السماوية، الملكوت في الآخر، اللي شايلينه 12 رسول كانوا حجارة غير كريمة وصاروا حجارة كريمة. لكن هما في الأصل ناس تعبانة جدا ومش بتوع خدمة يعني. في رؤية 21 في عدد 21 يقول 12 باب 12 لؤلؤة، كل واحد من الأبواب كان من لؤلؤة واحدة. وسوق المدينة ذهب، ده اللي رخيص بقى يعني، ذهب نقي كزجاج شفاف. يبقى حكاية اللآلئ دي هتعرف قيمتها في السماء، تعرف كل نفس جبتها لربنا تسوى كتير قوي في السماء بعد كده. يعني يوم ما تحوش في حياتك كلها، تحوش ايه كتير؟ ملايين يعني؟ ماشي، نفترض انك حوشت كم مليون، ايه رأيك لو جبت نفس طول حياتك دي بمليارات مش ملايين. آخر حاجة أقولها، في سفر الخروج صعد موسى وهارون ونداب وأبيه وسبعون من شيوخ إسرائيل، ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف، ده نفس المنظر اللي شافه يوحنا بطريقة تانية، وكذات السماء في النقاوة، يعني السماء صافية جدا تحت رجليه، وتحت رجلين ربنا شبه صنعة من العقيق الأزرق، يعني العرش حاجة لونه عجيب جدا من حاجة زي العقيق الأزرق الشفاف. عاوز أقول هنا إيه؟ يقول لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل، يعني ربنا ما حرقش الجماعة اللي طالعين يتفرجوا عليه دول. عارفين ليه؟ عشان موسى جايبهم،
موسى قبل خروج 24 كان يطلع الجبل يشوف ربنا ويحكي مع ربنا، وبعدين بقى قلبه ياكله، نفسه يعمل ايه؟ يفرج اخوه على ربنا، ويفرج نداب وابيه ولاد اخوه، ودول ولاد اخوه كهنة، دول عاوز يفرجهم على ربنا. وبعدين عنده ايه؟ 70 شيخ ورابينهم مش عارف كام ومراقبينهم كام، عامل هرم اداري ضخم لانه معاه الافات. فاقرب ناس الدايره الاولانيه 70 شيخ اللي بيحكموا معاه، قال لهم ما تيجوا معايا افرجكم بقى، تعالوا معايا نطلع فوق انا واخد لكم ميعاد. وكان متفق مع ربنا، قال له هنشوفك ومحدش اتحرق زي ما بتعمل معايا، مش انت بتفرجني وما بتحرقش، هجيب لك العيال دول وايه ما تحرقهمش. عشان كده كلمه لم يمد يده، يعني ايه؟ لانه كان ساعتها لا يراني الانسان ويعيش. انما هنا موسى عمل اكسبشن، تاجر لا قلق، ففرجهم على المسيح في مجده. شوفوا قد ايه انت بتعمل كده في الخدمه، بتقول لواحد تعالى ذوق وانظر ما اطيب بالرب، تعالى النهارده اعرف ربنا عشان بكره تشوف المنظر ده، ويفضل المنظر ده قدامك الى الابد، دي شغلتك. فموسى اللي داء الذي وجد لؤلؤة غالية الثمن مضى وباع كل شيء واشترى، بقى فرحان قوي هو جايب لربنا الناس. يقوموا يعملوا ايه؟ شوف التعبير ده غريب جدا في العهد القديم، رأوا الله وأكلوا وشربوا. كأن المفروض اللي يشوف ربنا خلاص ما يعرفش يأكل ويشرب، إنما رأوا الله وظلوا بشرا، يعني لسه بيأكلوا ويشربوا لسه. لأن كنا نتصور إنه رأوا الله فماتوا، كان ده الاعتقاد القديم، بدل اللي يشوف ربنا خلصت بقى دخل الحياة الأبدية، ممكن يشوف. لا، عشان خاطر موسى نشوف ونفضل ناكل ونشرب. طبعا فيها معنى تاني اللي هو مش التناول، إن هم يشوفوا ربنا بنعمة الإفخارستية، ياكلوا ويشربوا في حضور المجد الإلهي ده كله. آخر كلام، إذا كنا تجار لقالئ، أنت بتتعامل مع آيات لقالئ غالية جدا، بتتعامل مع نفوس لقالئ غالية جدا، والحكيم عيناه في رأسه، يعرف قيمة كل آية. مش فاكر مين من القديسين اللي قال لما أنقل من آية لآية أخاف تكون فاتتني حاجة، أرجع تاني أبص على اللي فاتت، يعني يجد صعوبة إنه يتنقل من آية لآية. فاهمين إزاي؟ من كتر ما هو معجب بالآية اللي قبلها ومشتاق للآية اللي بعدها، ومحتار ينقل ولا يستنى. حاجة إحساسات غريبة. الحاجة التانية اللي قال هم الناس، أنت عارف تبص للناس البصة دي بهذا الاحترام والتقدير. في الآخر أنت لو عرفت تاخدهم بتاخدهم إلى المسيح نفسه، يشوفوا ربنا ويأكلوا ويشربوا معه إلى الأبد، لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.